خطوة إيجابية ومميزة جدا عملتها محافظة شمال سيناء. طبعا عملت لأول مرة جهزت شاطئ مجاني متكامل الخدمات لذوي الهمم على ساحل مدينة العريش. الشط ده بيهدف إلى تسهيل الوصول لذوي الهمم طبعا إلى الشاطئ والاستمتاع طبعا بالأجواء، وبيحتوي على جميع الخدمات اللي بتمكنهم من الاستمتاع بالشاطئ والنزول إلى المياه بكل سهولة ويسر. أنا شخصياً بتحيز لأي حاجة في الطبيعة وأن كل الناس تقدر تستمتع بالطبيعة بالذات في الشواطئ. تفاصيل أكتر اللي بيقدمها مع الدكتور حسن صالح رئيس نادي ذوي الهمم بشمال سيناء. بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذ هبة، صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. إيه التفاصيل الخاصة بالشط والتسهيلات اللي بيقدمها لذوي القدرات الخاصة؟ طبعاً إحنا أول حاجة بس نصبح على حضرتكم ونصبح على مصر كلها. احنا الحمد لله لاول مره في محافظه شمال سيناء يخصص شاطئ للقادمين باختلاف على شاطئ مدينه العريش، وده بامانه احنا كان حلم كبير بالنسبه لنا كذوي قدرات هنا في محافظه شمال سيناء يكون عندنا شاطئ خاص بذوي الاعاقه مجاني تماما. الهدف من انشاء الشط دمج ذوي الاعاقه داخل المجتمع، ان احنا مش اقل من اي حد موجود في المجتمع. الدوله مهتمه بنا اهتمام كبير جدا من اول انشاء قانون او اقامه قانون لذوي القدرات من 10/6/2018. ده يعتبر انجاز كبير لذوي الاعاقه في شمال سيناء، ان احنا بيكون في شاطئ مجاني موجود. الهدف منه ان احنا نقول لذوي الاعاقه استمتع بوقتك في الصيف، احنا مش اقل من اي حد موجود في الجمهوريه. طب جميل قوي، الاستمتاع ده بيتم ازاي؟ ايه اللي بتوفره جوه الشط؟ هو طبعا الشاطئ بالكامل مهيئ لذوي الاعاقه من خدمات متكامله بشكل مجاني. يمكن احنا على منطقه ساحليه لمدينه العريش، في ناس من زمايلنا في المحافظه او في مدينه العريش بالاخص ما بيقدروش يوصلوا البحر. الشاطئ المفروض بيساعدهم لوصول المياه بسهوله. كافه الخدمات الشاطئيه موجوده لذوي الاعاقه في الشاطئ دوت مجاني. طبعا احنا اللي قريبين من ذوي القدرات بيعرف ان هم عندهم خاصيه شويه في التعامل. الموضوع ده بيتيح لهم ارتياحيه في التعامل من كل الموجودين القائمين لخدمتهم، برضو اللي ماسكين الشاطئ ذوي اعاقه. الموضوع بيكون بالنسبه لهم حاجه ممتعه ان هو موجود في مكان خاص بيه داخل المجتمع، برضو هو مش بعيد عن المجتمع طبعا. مش يعني اي حد يا دكتور حسن اي حد عنده طفل مثلا من ذوي القدرات الخاصه يقدر يوديه الشط ويسيبه، مش محتاج ان هو يفضل قاعد جنبه، يعني لان الخدمات بتقدم له زي ما حضرتك قلت وبالمجان وكل التسهيلات والتيسيرات عشان يستمتع بالاجواء. بالظبط، والهدف منه ان احنا نقضي الصيف بتاعنا كاملين زينا زي اي حد موجود في المجتمع وبشكل مناسب. ودي حاجه كويسه لاول مره تحصل في شمال سيناء شاطئ زي كده، فاحنا طبعا ده تضافر جهود الدوله من محافظه بتخصيص المكان. من برضه احنا حابين نشكر مؤسسه الداعمه لنا، مؤسسه سيناء الخير للتنميه الاقتصاديه، ووفرت لنا امكانيات الشط. ده حاجه كلها يعني بنقول ان الدوله مهتمه بذوي القدرات في داخل محافظه شمال سيناء. طيب يا دكتور، هو يعني هل الشط ده مقتصر على اعمار معينه؟ محمد سال عن الاطفال تحديدا، وازاي بيكون الاشراف داخل الشط وعمليات الانقاذ حتى في حال مثلا نزول البحر او تامين ذوي القدرات الخاصه في الاستمتاع بالطبيعه وبالشط نفسه؟ طبعا هو الشط متاح للجميع، مش للاطفال فقط، لجميع الاعمار، وحتى هو مش خاص بذوي الاعاقه بس، لا باسرهم وبرضه المقربين من ذوي الاعاقه يحضروا معانا. طبعا عندنا محافظه موفره برضه على الشط هيئه انقاذ كامله، في منهم مخصصين ناس موجودين عندنا خاصين بشط القدرون بصفه مستمره. يعني احنا بنقول دي بدايه كشط اول مره يحصل في محافظه شمال سيناء، وان شاء الله بعد كده هنبدا ان احنا نطور لو في بعض القصور، ويعني هنقدر احنا نتلافى في المستقبل ان شاء الله. طيب دكتور حسن اسمح لي، مين صاحب الفكر؟ يعني احنا محتاجين نتوجه له بالشكر، مين اللي فكر في الموضوع ده؟ والله هو اللي فكر في الموضوع هو مجموعه من شباب من ذوي القدرات، يعني اعضاء جمعيه فرسان الاراده. والله احنا كل التحيه ليهم طبعا. ربنا يعزك فندم، احنا طبعا مجلس اداره من ذوي القدرات بالكامل. احنا التخصيص خدم السنه اللي فاتت يمكن ما كانش عندنا القدره الماليه ان احنا نبدا نعمل الشط دوت بشكل كويس. السنه الحمد لله قدرنا ان احنا نعمله. بنشكر كل اللي دعمونا، تضافر جهود الدوله مع المجتمع المدني، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه لذوي القدرات في محافظه شمال سيناء. طيب هل تم اختيار المنطقه تحديدا؟ يعني طبعا محافظه شمال سيناء والعريش تحديدا جمال البحر المتوسط، هل تم تحديد منطقه اكثر امانا مثلا في الشط ان هي تناسب ذوي القدرات الخاصه؟
هو احنا فعلا المكان مناسب جدا بالنسبه لنا، انه كان اقرب مكان يعتبر للطريق. احنا كان يهمنا جدا ان زاويه القدرات اللي جاي ما يكونش مكان بعيد عنه، وما يكونش في عوائق تعوقه في الطريق وهو جاي. فالمكان يعتبر في المنتصف من انت العريف بالظبط، يعني يمكن المكان ده يعتبر نصف الشاطئ بالظبط. الخدمات موجوده من كل الجوانب. الطريق سهل جدا الوصول اليه، سواء جاي بسيارته الخاصه او حتى مواصلات عاديه، بيقدر ان هو يوصل قريب جدا للشاطئ. فاختيار المكان كان اختيار مميز فعلا من مجلس مدينه العريش، ويعني الحمد لله كان فعلا في تدافع قوي جدا من الدوله، وحابين يعملوا حاجه كويسه لقادرين باختلاف وذوي القدرات. واتمنى ان يبقى الموضوع ده حاجه متيسر او متسهل للاعاقات الحركيه. بالظبط، يعني احنا شغالين برضه دلوقتي بنعمل ذنب خاص بذوي القدرات، هيوصل بالشخص الكرسي المتحرك بتاعه لعند الميه باذن الله. يعني هينزل اول ما ينزل عربيته لعند ما يوصل الميه، هيبقى الموضوع ميسر جدا برامب مميز كده ان شاء الله. جميل. يعني احنا هدفنا كله ان ذوي القدرات عايشين حياه طبيعيه، واحنا بنقول للدوله بتدعمنا، واحنا بنشكر فعلا التطور اللي حصل في وهم قادرون باختلاف يعني فعلا. فعلا الحمد لله، هم يتميزوا طبعا بالعزيمه والاراده القويه، فمفيش حاجه بتعوقنا يعني. عظيم جدا يا دكتور حسن. اذا حضراتكم دخول الشاطئ بالنسبه لذوي الهمم واسرهم زي ما حضرتك ذكرت بالمجان، وبتقدم لهم كافه التسهيلات. انتوا بقى في النادي يا فندم، في نادي ذوي الهمم، ايه الخدمات اللي بتقدموها لذوي الهمم؟ والله الحمد لله احنا عندنا النادي بتاعنا مشهر من سنه 91، وعندنا ابطال مشاركين، حتى كان عندنا ابطال دوليين شاركوا في الاولمبياد. عندنا انشطه في كره القدم للصم، بنلعب في الدوري الممتاز. عندنا فريق كره طايره جلوس موجود في الدوري الممتاز ده. عندنا مشاركين ابطال جمهوريه في تنس الطاوله، ابطال افريقيا في تنس الطاوله موجودين عندنا برضه في ارض العريش. العاب القوى شغاله بشكل كويس. احنا يمكن السنه ضفنا كمان لقادرون باختلاف من ذوي الاعاقه الذهنيه، اول سنه السنه برضه ان احنا نضيف نشاط زي كده في شمال سيناء، ووجدنا اقبال كبير جدا، والاسر مهتمه جدا بابنائها. لا الحمد لله رب العالمين، نادي قادرون باختلاف الشمال فينا حاجه مميزه، وحتى في الانشطه البارالمبيه كلها معروف ان شمال فينا عندهم عزيمه زياده شويه واراده، والحمد لله بنحقق مراكز كويسه جدا في كافه الانشطه يعني. طيب جميل جدا. كمان اسكندريه كان ليها تجربه مشابهه بتوفير شط لذوي الهمم، يعني فكره الاتساع في المحافظات المختلفه والاستمتاع لكل المواطنين بالطبيعه الخاصه وتقديم الخدمات، ده اصبح نهج. يعني احنا بندور ان هو يتوسع في كافه المحافظات طبعا الساحليه. هو فعلا استاذه هبه، يعني احنا محافظه شمال سيناء تعتبر من الثالثه ذات على مستوى الجمهوريه في ان احنا نعمل حاجه خاصه بذوي القدرات. يعني في عندنا اسكندريه بدات، عندنا شاطئ قادرون بلاج في دمياط الجديده، حاجه على مستوى عالي جدا، حاجه كبيره جدا. في تنسيق ما بينكم يا دكتور حسن؟ لا اللي عند، لا يعني حتى الان ما فيش اي تنسيق، لكن ان شاء الله هيبقى في تنسيق. احنا طيب جميل، احنا عايزين الشواطئ بقى كمان تبقى على ساحل البحر الاحمر وخليج السويس، عشان يبقى الاستمتاع بالطبيعه باختلافاتها في كل الربوع. يعني هو فعلا ان شاء الله هيبقى نهج كويس كل المحافظات الساحليه يبقى عندها حاجه زي كده لذوي القدرات. برضه الدوله بتدعمها، وفخامه رئيس الجمهوريه بيدعمنا بشكل كبير جدا. اكيد. فما اظنش ان في محافظه هتتاح لها الفرصه ان هم يعملوا حاجه زي كده ومش هيعملوها. ان شاء الله تبقى الفكره تنطلق من عندكم، من اسكندريه، من العريش وشمال سيناء تحديدا، ابطالنا. ربنا يخليك. ربنا يحفظك. بشكرك دكتور حسن صالح، رئيس نادي ذوي الهمم في شمال سيناء.